مشاهدينا، في الأيام الماضية شفنا تحرك الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في إصدار غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على زائرة عربية لارتكابها عدة مخالفات. وقبل هذه الحالة قرأنا أيضا أن هناك فرضت غرامة مالية بقيمة 400 ألف ريال على مشهورتين سعوديتين في السناب قامتا بالإساءة لأحد الدول. وطبعا مثل هذه العقوبات تخلينا نستفرد بفقرة خاصة للحديث عن تفاصيل نظام الإعلام المرئي والمسموع وأبرز الضوابط والعقوبات. نرحب معنا من استديوهاتنا في جدة بالأستاذ سامي مغربي، محامي ومستشار قانوني. هلا وسهلا بك أستاذ سامي. أهلا بكم. هلا وسهلا بك. بداية، لو تدينا فكرة عن نظام الإعلام المرئي والمسموع، على ماذا يشمل؟ ما هي مثلا، خلينا نقول، القنوات الإعلامية المشمولة في هذا المجال، وإيش الهدف منه؟ طيب، أول مساء الخير على الجميع. بالنسبة للنظام، الأنظمة كلها يعني تأتيه مجموعة من الأنظمة والقوانين التي تنظم العمل الإعلامي والمرئي والمسموع. نعم. الحقيقة إذا سألتين عن الهدف منها، الهدف منها هو تشجيع الكفاءات الشابة وإبراز مواهبهم والاستفادة منهم وإعطائهم الفرص للكسب الجيد. نعم. وعدم تعقيدهم لمواكبة العصر الحديث في التجارة الإلكترونية. نعم. وفي نفس الوقت لحمايتهم وحماية المجتمع عموما من العبث والدخلاء وأعداء المجتمع من الخارجين على القانون، ووضع الجزاءات الرادعة لهم حتى تستقيم الأمور ويصير الإرسال كله منظم ودقيق ويفيد الجميع. نعم. أستاذ سامي، يمكن قبل يوم سمعنا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم تغريم مشهورة عربية زائرة هنا في المملكة، طبعا مبلغ 400 ألف ريال. فيعني لتكلمنا أكثر عن سبب تغريمها أو إيش القصة بالتفاصيل، لأنه يعني يمكن شفنا حتى ردة الفعل كانت مختلفة، أو يعني في ناس عندها تساؤلات كثير، فيليت تجاوبنا على هذه التساؤلات بخصوص هذه القضية بالتحديد. حقيقي أنا ما شفت السناب حقها إيش قالت فيه، لكن قريت الخبر كغيري من الناس اللي قريوه في التواصل الاجتماعي. عرفت. نعم. أنهم غرموه 400 ألف ريال. ترى هذا الحد الأدنى من الغرامات. الغرامة في نظام وزارة الإعلام يصل إلى 10 مليون ريال، وفي وزارة التجارة يصل إلى مليون ريال. فهم يعني لما غرموهم بالحد الأدنى، وإن عاد الغرامة تضاعف أو يلغى الترخيص. صحيح. نعم. وحسب ما عرفت أو سمعت أنه المشهورة دي ما عندها ترخيص أصلا. نعم. طيب، الموضوع يحكمه عدة أنظمة، 7 أنظمة تقريبا تحكم الموضوع ده. نعم. نظام التجارة الإلكترونية ونظام الإعلام ونظام يعني كثير أنظمة، وهمها النظام العام، يعني نظام هيئة الاتصالات، نظام الجرائم المعلوماتية، نظام النشر الإلكتروني، كل ده تحكموه هي، ولا ضربت بعرض الحياة، ولا أعتقد عندها ولا شيء من هذه الأنظمة. مو هذه هي نقطة عموما على أي حال أستاذ سامي، وهذا يعني اسمح لي، إحنا عارفين. نعم. إنه الحاجات، الوسائل الإعلامية الخاضعة للإعلام المرئي والمسموع هي ما يشاهد وما يقرأ وما يسمع، اللي هي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمشاهدة، صحف، مجلات، إذاعة وتلفزيون، هذه الرسمية اللي يجب أنك لما أنا أفتح قناة ما يشترط بأني أستخرج تصريح لمزاولة هذه المهنة الإعلامية، وهذا التصريح مليء بالبنود والاشتراطات، وبناء عليه كل القنوات الإعلامية أو المسموعة أو المقروءة تتبع هذه الشروط. طبعا. ولكن أنا أتحدث عن جانب آخر، اللي هو
المشاهير في سناب شات وتويتر وغيرها من التطبيقات، هل هم أيضا يجب عليهم استخراج تصاريح لمثلا حتى يكون لديهم حسابات مفتوحة؟ يعني هذه النقطة اللي أنا أبغى أعرفها، اللي الكثير ناس يتساءلوا عنها، هل الآن كل فرد أصبح لديه عدد معين من المشاهدين أو المتابعين وجب عليه استخراج تصاريح حتى يستطيع القيام بالإعلانات وغيرها، وأيضا أنه يمارس هذا الإعلام تحت هذه الشروط اللي تكون من ضمن هذا التصريح من الهيئة، من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟ حقيقة النظام، كل الأنظمة مو بس نظام الإعلام، كل الأنظمة صدرت على أن للجميع، ما استثنت فئة معينة ولا يعني خصت فئة معينة. نعم. وقال لك في المادة 1، المحتوى الإعلامي هو مادة مسموعة أو مرئية أو أي منهما. نعم. وعرفت البث في المادة 1 تقسيم 9 هو إرسال محتوى إعلامي محملا على إشارات سلكية أو لا سلكية يمكن استقبالها من قبل الغير. نعم، يعني الآن كل الناس اللي عندهم حسابات في أي مكان معناتهم هم إعلاميين مسؤولين. هم بيمارسوا. نعم. قلت لك المادة 3 نظام الهيئة العامة للرسالة المرئي والمسموع، يجب قبل ممارسة أي نشاط من أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الحصول على الترخيص بذلك. يجب هنا وجوب. طب هل عندهم تراخيص يعني مخالف. استاذ سامي الان هل المشاهير اللي احنا نشوفهم على الساحه عندهم تراخيص؟ ايوه معاهم تراخيص بتوفرها وزاره الاعلام الهيئه العامه. وزاره الاعلام قاعده توفر، بس هل انا سؤالي واضح، هل المشاهير اللي نشوفهم على الساحه الان، خلينا نتكلم عن عيالنا وبناتنا السعوديين والسعوديات، ما علينا في اللي ما هم من السعوديه، ولكن هل المشاهير اليوم كلهم اللي نشوفهم معاهم تراخيص فعلا؟ انا اول مره اسمع، وانا اعرف مشاهير اكثر، صاروا المشاهير اكثر من الناس اللي مو مشاهير. للامانه يا استاذ سامي انا اكون معك شفافه، فهل المشاهير اللي عندنا معاهم تصاريح او لا؟ طيب التصريح خلي الجميع يسمعوني الان فضل. سواء مشاهير او غير مشاهير، تصريح اموره جدا بسيطه وسهله، يدخلوا على الويب سايت تبع الوزاره ويطلب الترخيص ويطلع الترخيص ورسومه في منتهى البساطه 2000 ريال، ما هي شيء. نعم. وايش المؤهلات؟ المؤهلات انه يكون انسان عاقل بالغ عارف ايش بيسوي. نعم. بس طب ليش يطلعوا ترخيص؟ يعني لازم يخالفوا يا استاذ سامي، ما هي عقوبه عدم حمل هذا التصريح اذا انت مشهور وعندك متابعات؟ شوفي. ويعني بالغ ولكن ليس عاقل. وش عقوبة انه يكون معاه ما يكون عنده تصريح؟ العقوبة نصت عليها 3 أنظمة، واحتمال الخطأ واحد ما عنده ترخيص ويعلن إعلانات أي كلام ويمشي أموره عشان ياخذ فلوس، احتمال الثلاثة الأنظمة تنطبق عليه يحل النيابة. النظام الأول اللي هو نظام الهيئة العامة للرسالة المرئي والمسموع، تصل فيه الغرامة إلى 10 مليون ريال. تمام. النظام الثاني اللي هو نظام الجرائم المعلوماتية. نعم. طيب. ونص وفي سجن، يعني قال لك ايش هو انتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام او القيم الدينية او الآداب العامة او حرمة الحياة الخاصة او اعداده او رساله او تخزينه. نعم. يعاقب بعقوبة قد تصل للسجن الى 5 سنوات وإلى الغرامة 3 مليون ريال. نعم. الموضوع خطير صراحة يا أستاذ سامي. نعم. أيوه الموضوع خطير. الموضوع جداً خطير ويستهان فيه، يعني يمكن الكثير لا يعلم عن موضوع الترخيص، الكثير لا يقرأ عن موضوع العقوبات وكم هي مغلظة وكبيرة، وإلا الأخطاء في بعض الأخطاء وبعض الأشياء إذا سويتها لا تغتفر، مثلا أنك تعلن لأشياء أو لشركات فيها نصب واحتيال، وشفنا البعض وقع في هذا الفخ. يعني الموضوع اليوم عشان أنا وبنشوف المراهقين والأطفال اللي بيقول لك أنا أبغى أصير مشهور، مش معناتها أنك تفتح كاميرا جوالك وتصور الحياة بكل ما فيها. النظام حط 17 ضابط. نعم. منها
يعني اقدر الخص ال 17 دي في ثلاثة نقاط عشان الناس يعني توعى. الله طبعا، الملائكة والأنبياء والرسل والقرآن والديانات وكل ده تحت هذا البند. نعم. ما حد يقرب عندها ولا حد ينتقدها ولا حد يتكلم فيها. المليك هو رمز الأمة وملك البلاد، ويشمل الأمراء والوزراء والأعيان. ما حد يتعرض لهم ولا يتقرب من عندهم ولا يحاول انه يعني حتى يخف دمه. تمام. الشيء الثالث الوطن. يعني انا لخصت ال 17 نقطة في هذه النقاط الثلاثة. ياتي تحت الوطن اللي هو المادة 5 تقسيم 15، نصت على ان المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول والتبغ بكافة مشتقاته ممنوع منعا باتا الاعلان عنها او حتى ترويجها او حتى تحليتها في عين المشاهدين. اكيد يعني اكيد استاذ سامي، ده لحمايه المجتمع وحمايتهم هم طبعا. نعم. طبعا استاذ سامي مغربي المحامي والمستشار القانوني، شكرا لك وشكرا لتواجدك، والصراحة يعني فقرة مثرية كثير وفيها معلومات كثير المفروض أن كلنا نعرفها. صحيح. والمفروض أنه يعني قانونيا للأسف زي ما تفضلت ريم قبل شوي، مو الكل يقرأ، مو الكل يسمع، مو الكل يعني يعطي الموضوع حجمه الأساسي، وإذا طاح الفاس بالرأس وتغرم ولا انسجن طلع ثاني يوم جلس يبكي ويتشكى ويقول أنا وأنا وأنا ما كنت أعرف. طب أنت المفروض أنك تعرف هذا مجالك، هذا الشيء اللي أنت تبغى تسويه أو الشيء اللي أنت عاجبك، طبيعي أنه يكون في قوانين تنص، يعني الدنيا ما هي فوضى. بالفعل، وزي ما هو موجود الآن زي ما ذكر المحامي الأستاذ أنه يوجد الترخيص ويمكن استخراج الترخيص بكل سهولة من موقع الهيئة، بناء عليه أيضا أي معلن يطلب هل لديك ترخيص لمزاولة الإعلان، هذا شرط أساسي يكون. صح. حتى تقنن هذه العملية وتكون خاضعة للرقابة والقوانين والاشتراطات عشان لا نقع زي ما شفنا الكثير من المشاهير وقعوا في أخطاء كبيرة وفادحة، فهنا المفروض يكون مقنن ويبدأ المفروض خلاص يصير بشكل صحيح، وما نشوف هذه الأخطاء أو خلينا نقول الاجتهادات اللي بتحصل من شخص إلى آخر بخصوص الإعلانات وغيره. طبعا. ويمكن آخر شيء في هذا الموضوع ريم إذا تسمحي لي مشاهدين، يا ليت يا جماعة أي مشهور أو مشهورة ما هو من البلد لا تسيء للبلد، أو لما تجي وتكون عندنا هنا بالسعودية احترم العادات، احترم التقاليد، احترم تفكير الناس، احترم حدود الناس. بالضبط. يعني احنا كمان ما نقدر انه احنا نقول لهم ايش يسوون، لكن طالما انت في هذه البلد فالمفروض انه الجميع يحترم عشان ما نشوف اللي قاعدين نشوفه الصراحة. واكيد مشكورين وزارة الاعلام وهيئة الاعلام المرئي والمسموع على كل هذه القوانين واللي قاعدة فعلا تحط حدود للي ما يعرف حدوده. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم. بعد الفاصل، لو يعود بك الوقت لخمس سنوات ما هي الأخطاء التي لن تكررها؟